أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أن تجربة الأسر المنتجة ورواد الأعمال في مملكة البحرين تشكل أنموذجا للتنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للتشجيع على التحول من أسر محدودة الدخل إلى أسر منتجة. جاء ذلك بمناسبة احتفاء مملكة البحرين بيوم الأسرة المنتجة العربية، والذي أقره وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تجاوبا مع مقترح مملكة البحرين. وفي هذا السياق أشاد الوزير العصفور بالدعم الكبير الذي توليه سمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للأسر المنتجة من خلال استمرار حرص ورعاية سموها الكريم للمشاريع والمبادرات الوطنية الداعمة للمواطن ليكون له دور نشط في تنمية المجتمع. كما وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية أتاحت العديد من التسهيلات الجاذبة للأسر المنتجة لتشارك بأفكارها ومشاريعها المتميزة في السوق وبما يمكنها من الثبات، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على صقل مواهب الأسر المنتجة وتنميتها عبر استحداث برامج تدريبية نوعية ومشاريع تطويرية وتوفير مقار لممارسة أعمالهم واستثمار الشراكات مع القطاع الخاص للترويج عن منتجاتهم داخل وخارج البحرين.